السلام عليكم ورحمة الله. وكتاب التميز في الرياضيات الصف الأول الابتدائي، وتعالوا نشوف الناس ليه كل شوية تطلبوا مني. طبعا الكتاب بينزل كتاب منهج وبينزل كتاب تدريبات، تدريبات يعني ده بسعر وده بسعر. ده الفهرس بتاعنا هو يا جماعة، الفهرس كبير قوي وكمان مترقم بأرقام الصفح، ودي أول صفحة وهي مراجعة على ما سبق دراسته. طبعا أنا مش هجيب الكتاب كله يعني لأنه حاجة يعني صغيرة خالص، فتعالوا نقلب كده ونشوف التمارين بتاعته عامله ازاي. هنا جايب لي تمارين على القيمه المكانيه والقيمه العدديه. طبعا انا باخد ورقتين ثلاثه مع بعض. الصيغه الممتده، تمارين يا جماعه من البدايه للنهايه اهو، احد وعشرات واعلى واسفل وامام وخلف، وكتابه الارقام حاجه رائعه جدا اهو. حوط العدد المناسب، الصيغه اللفظيه، النقود اهو، تدريب 19، تمارين كتير جدا. بعد شهور السنة، احسن كتاب حساب ممكن تجيبه، كتاب ممتاز بجد، تمارينه كتير قوي اهو. انا كل ده في صفحة 143، الصيغة اللفظية وتدريبات، ودخل في الاشكال. طبعا انا يعني بجري 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 في الكتاب. الكتاب يا جماعة موجود من خلالي وعملنا شحن لكل مكان، ولكن بيخلص يعني اللي هو ايه، بيجي فجأة كده الكتاب النوع خلص، الحقهم الكتب اللي انتوا عايزينها. الكتاب عامل حوالي 130 صفحة، وسعر الكتاب 110 جنيه، وعندنا شحن وتوصيل لكل مكان. الشحن بتاعنا بيوصل البحر الأحمر، بيوصل أسيوط، بيوصل أسوان، بيوصل النوبة، بيوصل في كل مكان. الشركات بتاعنا بتروح لأي مكان ولحد باب البيت.